اهلا بكم فيديو جديد من قناه 5 minute practice معك خالد محي الدين والنهارده فيديو عشوائي جدا قررت اعمله وانا يعني انا فجاه كده قلت انا هقوم اعمل الفيديو ده طيب الفيديو ببساطه هو اني هتعلم دلوقتي معاكم ازاي اغني زي امينيم الهدف من الفيديو دوت ان انا اغني زي امينيم عشان في اغنيه معينه انا بحبها عايز اتعلم ازاي اغنيها بسرعه زائد ان الناس تشوف ازاي ممكن تعمل دوت مهما كان مستواك في الانجليش لو انت مالكش في الانجليش خالص ابيض في الانجليش فانت برضو هتقدر تعمل دوت وهتقدر تغني زي امانم ف استحملوني شويه هتشوفوا حاجات غريبه و... 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 وحاجات كده بتلخبط في النص وده طبيعي جدا مهما كان مستواك في الانجليش فشيء طبيعي انك اي حاجه جديده هتقابلها خصوصا لو اغنيه وخصوصا لو امانم فهتكون بالمنظر دوت البشع اللي انتوا هتشوفوه دوت ف هتش يضحك او تضحكوا يعني فيلا <applause> ف... بينا أولا عشان تحفظ أي أغنية فأنت هتعمل الخطوات اللي أنا هقولك عليها دي بالظبط أول حاجة تطلع أغنية أنت حافظها أصلا يعني ودنك حافظاها بمعنى إنك بتسمعها كتير اللحن بتاعها في دماغك على طول وبتحبها وكل ما تبقى عايز تسمع حاجة ممكن تخش وتسمعها هي فأغنية تبقى معلقة معاك أصلا دي أول حاجة احنا بنعمل ده بغرض التعليم يعني أنت هتعمل دوت علشان تستفيد وتحسن من قدراتك في الإنجليش أو في النطق أو في الكلام ده كله فالحاجه الاولى انك تجيب اغنيه انت اصلا بتحبها تاني خطوه هتيجي على اليوتيوب تكتب اسم الاغنيه وجنبها كلمه ليركس ليركس دي اللي هي الكلام بتاع الاغنيه السكريبت مكتوب قدامك بيظهر لك على الشاشه انا هنا اخترت اغنيه الام اسمها تي لايك لابس انا بحب الاغنيه دي جدا طبعا احنا مش هنحفظ الاغنيه احنا عايزين نغني زيه حتى لو هنقرا بعد كده يا سيدي هتقوم جايب الهيدفونز بتاعتك او الهاند فري او ايا كان الحاجه اللي هتستخدمها لان دي مهمه جدا انك تسمع الكلام بكل نقاوه وكل وضوح ده هيساعدك كتير قوي ان انت تقدر تفسر الكلام اللي بيتقال وتسمعه كويس قوي طيب ايه اللي هيحصل بقى بمجرد ما تبدا تشغل الفيديو الموضوع بكل بساطه انك هتمسك كل كوبليه وتبدا تحفظه لوحده كل جزء كده اللي هو مثلا كل 3 اربع سطور ده اعتبرهم ان هما كوبليه وانا ما بفهمش طبعا فيه بس هنفترض ان كل 3 اربع سطور هتمسكهم وهتبدا تركز عليهم جدا لحد ما تخلصهم تماما وبعد كده تمسك ال أربع سطور اللي وراهم وتعمل نفس الحوار وبعد كده تبدا تتمرن عليهم كلهم مع بعض خلص الجزء الاولاني تبدا تخش على كوبليه تاني واللي بعده وتعملهم مع بعض اجمد ادمج كل اللي فاتوا دول كده مع بعض وهتطبق الكلام دوت على بقيه الايه الاغنيه طيب أول حاجة هتجيب طيب أول حاجة هتجيب الكوبليه قدامك بالمنظر دوت أنا مثلا هاخد أول آه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنا عايز أول ست سطور ست وهخلصهم كلهم للآخر الخطوة الأولى بقى في الموضوع بتبقى إيه؟ إنك تطلع الكوبليه قدامك بوز الفيديو وقفه واقعد اقرأ اقرأها لحد ما تتمكن من قراية الكوبليه قرايةً كده بس مش إنك تغني على طول لأ لأ وقف الفيديو واقعد اقرأ اقرا مره اتنين عشرين على حسب مستواك في القرايه لحد ما تتمرن عليها بشكل بيرفكت اوكي فانا دلوقتي هقرا معاكم وهنشوف ايه اللي هيحصل من غير اي مونتاج ان شاء الله يعني ان شاء الله لو مفيش حد مثلا دخل عليا بتاع كده فهنشتغل عادي جدا وهتشوفوا الفضايح كلها قدام عينيكم اوكي طيب الاغنيه كالتالي بتقول لك ايه Music is like magic. There is a certain feeling you get when you're real and you spit and people are feeling your stuff كلمة stuff دي أنا غيرتها هي كلمة ثانية ما ينفعش أقولها فأنا خليتها كلمة stuff مكانها. This is your moment and every single minute you spend trying to hold on to it. Cause you may never get get it again. Cause you may never get it again. Okay أنا كده قريتها عادي هو إيه كأني بقرا شوية كلام عادي قدامي. طيب أتمرن عليها كذا مرة لحد ما لساني يبقى اخذ على الكلام من غير اي ما اي تلعثم يعني بقراها عادي جدا again music is like magic there's a certain feeling you get when you're real and you spit and people are are feeling your stuff this is your moment and every single moment you spend trying to hold on to it because you may never get it again okay حاول انا اصرح شويه music is like magic there's a certain feeling you get when you when you're real And you spit and people are trying feeling your stuff. And people are feeling your stuff out. Okay. Music is like magic. There is a certain feeling you get when you're real. And you spit and people are feeling your stuff. This is your moment. And every single minute you spend trying to hold on to it. Cause you may never get it again. Okay. في معلومة مهمة قوي لازم تعرفوها إن الأغنية دي أنا بسمعها كتير جدا وبحبها جدا جدا فالكلام اللي أنا يعني قرايتي بسرعة إن أنا بقرأه دلوقتي في ناس ممكن تقول إيه ده أنا إزاي بقرأها بسرعة أو أنا ممكن أكون اتمرنت عليها قبل كده لا أنا ما عليها ولا حاجة ولكن أنا بحب الأغنية دي وبسمعها كتير قوي فكل كوبليه فيها معلق أصلا في دماغي يعني الأغنية أصلا خمس دقايق فأنا كل شوية لما باجي أسمعها بحس ان انا عايز اغني معاها فالاغنيه دي بقى هي دي اللي تختارها ما تختارش اغنيه غير كده اغنيه بالمواصفات دي عشان كده انا يعني ايه مواكب شويه اللي بيحصل واللحن في دماغي فقادر ان انا ايه اعملها شويه على قد ما اقدر اقراها بشكل كويس طيب انا دلوقتي هجرب الخطوه الثانيه وهي <applause> ان انا هشغل الفيديو ولكن هقلل السرعه مثلا للربع او للنص فهجرب ان انا اقلل السرعه للنص بندوس على علامه الترس اللي بتبقى تحت ديت اللي هي علامه السيتنجز وبتدوس على كلمة play speed uh, play back speed وتقلل السرعة بتاعتك للنص اوكي طيب ايه اللي هيحصل بكل بساطة هنشغل ونحاول نغني معاها بنفس السرعة بالظبط طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي بيحصل أنا هرجع كده طبعا انتم مش سامعين حاجة علشان الكوبي رايتس ف كده اول ما تبدا ه... هعمل كده. عدت تاني معلش 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 تاني Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and you spit and people are feeling your stuff. This is your moment and every single minute you spend trying to hold on 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 you spend trying to hold on to it <laughs> خلينا ايه نبعد عن الترجمة لأن مش ده موضوعنا في الفيديو ده، احنا عايزين بس ايه نغني. ف you spend trying to hold on to it، الجملة دي قالها بشكل غريب قوي فأنا عايز أسمعها تاني. يعني إيه أكلها كده بسرعة قوي يعني، فخلينا أسمعها تاني. trying to hold on to it بيقولها trying to، بيضمها مع بعض فبتبقى trying to trying to hold on to it hold on to it hold on to it فبقت trying to hold on to it يبقى trying to hold on to it بقت trying to hold on to it يبقى every single minute you spend trying to hold on to it اوكي حلوه عشان كده يعني مشكله الاغاني او انا دايما اصلا ما بنصحش ان الناس تتعلم في الاغاني او في الافلام الاجنبي لان بيبقى فيها مشكله خطيره الا وهي انهم بيتكلموا بعمية زياده عن اللزوم وبياكلوا الكلام زيادة عن اللزوم على عكس الافلام مثلا الانيميشن او اغاني الكرتون والحاجات اللي زي كده اللي هي بتبقى اصلا بسيطة نرجع اوكي okay. Music is like magic there's a certain feeling you get when you reel and you spin and people are try this is your moment and every single minute you spin trying to hold on to it because you may never get it again okay ثاني uh, أنا لازم أبمرن عليها كذا مرة لحد ما سرعتي تتعود على السرعة اللي هو بيشتغل بيها وبعد كده نبدأ نخش على السرعة الأعلى منها music is like magic there's a certain feeling you get when you reel and you spit and people are feeling your stuff this is your moment in every single minute you spend trying to hold on to it cause you may never get it again okay طبعا علشان انا زي ما قلتلكوا حابب الاغنيه اصلا وبتمرن عليها وانا ماشي كده مع نفسي وانا بسمعها فالموضوع سهل شويه بالنسبه لي فانا هزود السرعه سيكا يعني هي دلوقتي نص هنخليها 75% اوكي okay. وهنجرب تاني طيب بسم الله اوكي أه 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 أه. okay. <applause> <applause> Music is like magic. There is a certain feeling you get when you reel and you spit and people are feeling your stuff. This is your moment and every single minute you spend you trying to hold on with. Because you may never get it again. عملت كده glitching في النص فهعيد تاني لحد ما تظبط معايا وفي الاخر او مع السرعة تاني لحد ما اجيب السرعة الاصلية. الشطاره بقى انك بعد ما تجيب السرعه النورمال بتاعتك ممكن تعلي السرعه اكتر واكتر لحد ما تحس ان النورمال دوت بتسمعه كده ببطء وبتقول معاه كده بالراحه قوي يلا كده نجرب على السرعه اللي هي 75% عادي جدا اوكي لسه انا رجعت ورا قوي music is like magic there is a certain feeling you get when you are really spit and people are feeling your stuff this is your moment and every single minute you spend trying to hold on to it because you may never get it again cool. guys Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and you spit and people are feeling your stuff. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it is you may never get it again. Okay, hello. i Okay. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and you spend you and you spend and people are feeling your stuff. This is your moment and every single minute you spend trying to hold on to it because you may never get it again. لا أنا بوقف هنا الحتة بتاعت trying to hold on to it because you may never get it again أنا بوقف كده في النص لا هو ما بيوقفش هو بيلحقهم على بعض على طول فأنا هعيد تاني وهجرب تاني لحد ما هي تظبط معايا.

اقول كلمتين ثلاثه اربعه وفجاه الاقي الكلام كله بيطير مني امينيم <applause>. <applause> بقى يا جماعه اللي هو بالمناسبه اسمه امينيم 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 مش امينيم ولا مش اي حاجه هو ام اند ام حيهم مع بعض ام ان نيم امينيم امينيم اوكي انا هجرب اخلي السرعه نورمال هشوف هقدر اجيبها ولا لا طبعا كل ده ايه يعني انا انا كل ده زايب معاكم ما اعرفش الفيديو بقى قد ايه دلوقتي <applause>. Okay. Come in, sit. Come in, Come Okay. Most rahim <clears throat> Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're really in you spit and people are feeling your stuff. This is your moment. And every single minute you spend trying to hold on to it because you may never get it again. <laughs> yes! Yuptaha! <laughs> 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 Hello! <laughs> أيوة يا جماعة أيوة يا جماعة أوكي تاني 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 <assistants> اسمعوا كده معايا أو ما اسمعوش اسمعوني أنا يعني Music is like magic there's a certain feeling you get when you're pause it pause it pause it خالص أوكي تاني عمي بالراحة Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and you spit and people are feeling you. What? <laughs> <laughs> I don't want to kill my Tani. Okay, Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and spit and people are feeling your stuff. This is your moment and every single minute you spend trying to hold on to it because you may never get it again. حلوة 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 أغنيها بقى لوحدي تاني بسم الله 3 2 3 2 and 1 Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and you spend and people are feeling your stuff. This is your moment and every single minute you spend trying to hold on to it because you may never get it again. Yes. <laughs> okay, أنا هعملها دلوقتي هصور دلوقتي الفيديو دوت وه... وه... وهرفعه بقى عشان أنا مبسوط بصراحة. Okay. ممكن نقفل دلوقتي على هنا و... <applause> اللي حصل ان انا من غير اي مونتاج ولا اي حاجه انا فعلا بقرا معاكم البتاع دوت لاول مره ومبسوط جدا بصراحه ان انا الاغنيه بحبها وحاسس ان اه اهو ممكن اغني اغني زي ام هو الموضوع هيطول ان الاغنيه خمس دقائق تقعد تعمل فيها كل ده بس صدقوني <applause> لو انت فعلا حابب انك تعمل حاجه هتعملها بغض النظر عن هي طولها قد ايه هتاخد وقت قد ايه فاعملها في وقت الفراغ يعني ايه المشكلة؟ اعملها وانت في المواصلات، في الطريق، في أي حتة، هتلاقي نفسك مع الوقت بتحف... حفظت الأغنية كلها. فلذلك أنا سعيد جدا بالتجربة دي معاكم يا جماعة، سعادتك الداخلية إنك قدرت تواكب مع الشخص اللي بيغني وبالسرعة دي أو الأغنية اللي أنت بتحبها قدرت تجيبها، ده بيخليك طول ما أنت ماشي عمال ترددها، عمال تقولها، مبسوط بيها. فده في حد ذاته حاجه هتخليك تبراكتس من غير ما انت تعمل اي مجهود ولا تحس اصلا بده ولذلك انا اشجع جدا ان اي حد يطلع مشهد من فيلم بيحبه مشهد من كرتون بيحبه اغنيه من كرتون اغنيه اجنبي هو بيحبها بطيئه بقى سريعه ايا كان يعني مش لازم تعمل زي وتختار حاجه يعني انا بحب الاغنيه دي فعشان كده اخترتها ولكن اختار حاجه انت حاببها اختار حاجه تقدر فعلا تستمتع وانت بتعملها علشان تطلع بنتيجه ايجابيه وما تحسش في الاخر باحباط لا هتلاقي نفسك واحده واحده ايه ده بتيجي اهو تزود السرعه كده أه لا ما هي بتيجي حلوه اهو زود السرعه كمان لحد ما تلاقي الاغنيه بتتقال ببطء في ودنك انت متعود عليها ان هي سريعه ايه ده ازاي انا هعملها دي كل ما تتمرن هتسمع الاغنيه ببطء كل شويه الاغنيه بتبقى ابطا معاك هتلاقي نفسك بقت سهله وبتعرف تنطقها وتقراها وكله زي الفل ولذلك نقف لحد هنا بس واحب اقول لكم انا سعيد جدا بالتجربه ولو الفيديو عجبك اتفضل انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد وقبل ما امشي قبل ما امشي يعني بص ممكن تنزل في الكومنت تقول لي رايك في الفيديو تقول لي تحب نعمل حاجه ثانيه زي كده ولا لا تقول لي انت جربت ده ولا لا وايه الاغاني اللي ممكن نعملها مع بعض ولو انت حابب تعمل حاجه زي كده وتبعتها لي ونشيرها مع بعض فانا يعني ام اوبن جدا للأيديا دي ف بس سلام